ودلوقتي انا شفت من بره بره المحطه الدخانه كبيره قوي، شفنا الدخانه كبيره، دخلنا كل الناس دخل الجري، الامن موقف محدش يخش، دخلنا لقينا القطر مولع. كان حوالي احنا شلنا حوالي 20 جثه كنا بنشيله ونحط في الاسعاف، والاسعاف بتشيل بس جثث متفحمه. جيت حاسس القطر زي ما فيش فيه فرامل، جري وراح داخل في السوق، يعني ما كانش فيه فرامل خالص.